مشاهدينا الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب في حلقة سابقة تكلمنا عن كيف نعرف الله وكلمنا عن دور العقل والإيمان والإعلان في معرفة الله لكن بيأتي سؤال خاص بطبيعة الله وإيه هي طبيعة هذا الإله العجيب كما أعلن عن نفسه لنا في الكتاب المقدس واحنا دايما كمسيحيين بنتهم باتهامات باطله. عشان كده عنوان الحلقه النهارده هيكون هو المسيحي موحد ام مشرك؟ هل بيؤمن بإله واحد ام انه بيؤمن بآلهه متعدده؟ يسعدنا ويشرفنا وجود الدكتور سامح عزيز معانا وهو خادم للانجيل دكتور سامح اهلا وسهلا بيك براحة اهلا بيك. اهلا يا استاذ اشرف شكرا. يعني بركه كبيره وجودك معانا في البرنامج ونشكر عفوه. ربنا لاجل عفوه. خدمتك مرسي. في مصر وفي بلاد كثيره مرسي. ككارز ومعلم بكلمه الرب. شكرا شكرا مرسي. للدعوه والمشاركه <applause> السؤال مره ثانيه المسيحي نعم هذا الادعاء اللي بنسمعه مرات ومرات ومرات وغير حقيقي هل هو موحد ام هو مشرك؟ الايمان المسيحي ان احنا نؤمن باله واحد حتى قانون الايمان اللي اللي المسيحيين مجمعين عليه مع مع تعدد حاجات معينه تمام لكن اول سطر فيه بالحقيقه نؤمن إله, 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 اله واحد والكتاب آه. المقدس من من سفر التكوين لسفر الرؤيا بيتكلم عن اله واحد بيتكلم إله عن اله واحد, واحد. آه مشاع عندنا خطا مم. ان احنا مشركين و و ونؤمن بثلاث الهه لان احنا بنتكلم عن ثلاث اقانيم لعدم الفهم ايوه لعدم الفهم مم. للدرجه لعدم الفهم او حتى للفهم بس ال 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 يعني هو فاهم لكنه في نفس الوقت مش عايز يقبل مش عايز يقبل او عايز يشوه عايز يشوه بالضبط يضل بالظبط تمام لكن آه لكن اذا كان في في العالم الهه متعدده وثنيه ده اكيد فيه. مش كده؟ لكن احنا لا نؤمن بتعدد الالهه. كويس. احنا نؤمن باله واحد. وعشان كده الكتاب بيعلمنا بكل وضوح وبكل صراحه في سفر التثنيه بيقول لنا اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب, رب واحد. واحد. نعم, نعم. وعشان كده تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك. نعم. وحدانيه الله هي قلب ولب الايمان المسيحي وعلى مر الكتاب كل ما الله سبحانه يجي يتكلم عن نفسه يقول انا الله ما يقولش نحن الالهه تمام يقول انا الله انا الله وليس اخر وليس غيري تمام فيعني واضح جدا الايمان المسيحي بوحدانيه الله من في كل صفحات الكتاب المقدس طب تكلمنا شويه عن طبيعه الله بقى آه عايز آه اقول اذا كان العالم آه في ناس بيعترفون بوجود الهه وفي قسم اخر من العالم لا يعترفون بوجود الله الملحدين وفي قسم ثالث نقدر نسميهم اللا ادريين آه احنا ملناش دعوه بالملحدين دلوقتي ولا ادريين لكن احنا هنتكلم عن الناس اللي بيعترفون بوجود الهه آه بيعترفون بوجود الهه دول نوعين نوع موحد بالله ونوع يؤمن بتعدد الالهه يعني آه. الى الان في عباده الشنتو اي ثينك تقريبا 8000 اله لكن تمام لكن احنا برضو حديثنا مش عن تعدد الالهه لانه انا دايما اقول للناس لو افترضت بس ان في الهين مش ثلاثه ولا اربعه ولا عشره لو افترضت ان في الهين ولا واحد فيهم اله لانه على الاقل ابسط حاجه كل واحد فيهم دايره سلطان هتبقى 50% بالظبط وينقصوا بعض الاشياء وينقصوا بعض الاشياء فاذا كان بس دايره سلطته 50% فهو محدود بالظبط واذا كان هو محدود في اي حاجه غير مطلق فهو مش اله ففكره تعدد الالهه فكره غير مقبوله للمنطق البشري السليم م. أو للعقل البشري السليم لا مستحيل م. مستحيل دي دي الدول ما ينفعش فيها رئيسين تمام <applause> واحد منهم بيقتل الثاني ايوه تمام <applause> لكن احنا هنركز على آآ آآ. الايمان بوحدانيه الله الايمان بوحدانيه الله الموحدين بالله انواع انواع نوع بيؤمن إن الله وحدانيته مركبة ونوع بيؤمن إن الله وحدانيته مطلقة ونوع بيؤمن بحاجة اسمها الوحدانية المجردة لكن الإيمان المسيحي اللي اسمه الوحدانية الجماعة عشان كده, كده خلينا ن ن نقولهم تاني عشان خاطر المشاهدين يكون عندهم فكرة واضحة إن في وحدانية مركبة يعني بيؤمن إن الله واحد بس أجزاء نوع تاني يؤمن ان الوحدانيه مطلقه، انا أيوة. أتكلم عنها تفصيليا، الوحدانية لا حد لها وده بيعاني من مشاكل. طبعا الوحدانيه المركبه فيها مشاكل ولا تنطبق على الله. والوحدانيه المطلقه فيها مشاكل لا يمكن ان تنطبق على الله. أوكي. تمام؟ وفي نوع ثالث موحدين بالله بيؤمنوا بحاجه اسمها الوحدانيه المجرده هنوضحها برضو مم. تمام؟ وهنلاقي ان فيها مشاكل لا يمكن تنطبق على الله الحقيقي. أوكي. لحد ما نصل بالمنطق والتفكير السليم، بقى على فكره غالبية الحلقة مش هنتكلم من الكتاب المقدس. هنتكلم المنطق. هنتكلم عن العقل والمنطق. بس. طيب حلو قوي. يعني تمام عشان خاطر يعني هنتكلم منطقي. عقلي. تمام لانه ما ما تقوليش على حاجة ضد عقلي. تمام لحد ما نصل ب ب إلى فكرة الوحدانية الجماعة ونكتشف إنها منطقيا وعقليا سليمة تماما ونكتشف إن الكتاب المقدس بينادي بالوحدانية الجماعة. طيب كلمنا عن كل نوع من الوحدانيه دي وايه المشاكل بتاعته آه خليني اقول ليه اختلف المفكرون في نوع الوحدانيه اولا اه ايه اللي خلى الناس تفكر يعني هي وحدانيته مركبه ولا مطلقه ولا مجرده ولا جماعه الاثار هذا الفكر معضله قبلت كل المفكرين طبعا غير المفكرين ما عندهمش مشاكل آه <تصفيق> 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 قبلت الفلاسفه يعني آه قبلت اللي... بالضبط آه <applause> تمام فاللي ايمانهم واخدينه مسلم بلا تفكير خلاص يعني هو ليه ابوه بيعبد بقره فبيعبد بقره هو بيعبد بقره تمام لو شاف البقره ماتت خلاص تمام مش بيفكر انا مالي يا عم أنا افهم اكتر من البقره اللي بعدها تبقى <applause> البقره اللي بعدها <البعض> هي الهي <applause> 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 تمام بيعبد تمثال تمام اهلي بيعبدوا تمثال اطلع اعبد التمثال وقع التمثال اتكسر تمام هنعمل غيره <applause> في سفر اشياء بيسخر كتير من <applause> دي تمام؟ لكن المفكرين بقى هو عندهم إيمان حقيقي م. تمام إيمان ناتج عن تفكير اختلفوا في نقطة هامة جدا هي فكرة صفات الله صفات الله صفات الله م. هل الله موجود آه طبعا هل له صفات طبعا هل هو السميع نعم نحن نؤمن أنه السميع م. إحنا كإيمان مسيحي نؤمن إنه السميع تمام؟ عشان كده عندنا الآية الشهيرة: يا سمع الصلاة آه. إليك يأتي, يأتي كل, كل بشر. أه. طب هل هو الكليم؟ نعم. عشان كده موسى كليم الله. مم. مم. تمام؟ فموسى كليم الله، فالله يتحدث إلى الأنبياء ويتحدث هكذا قال الرب هكذا قال الرب. <applause> تمام؟ فإحنا بنؤمن إنه بيسمع ويتكلم. هنا حصلت المعضلة. ليه؟ لأنه إذا كان بيسمعنا دلوقتي مش كده إحنا بنصلي له وإذا كان بيتحدث إلينا دلوقتي تمام لا إما مباشرة لا إما في حلم لا إما في رؤية لا إما في الكلمة المقدسة لا إما من خلال العقل لا إما من خلال الضمير طرق الله المتنوعة جدا اللي فيها بيتحدث اللي إلى الناس آه. تمام إذا كان بيسمع ويتكلم فهو فهو السميع الكريم طب بيسمعنا دلوقتي أه بيكلمنا دلوقتي أه فالسؤال الخطير جدا طيب قبل ما يخلق قبل ما إحنا نبقى موجودين قبل ما إحنا نبقى موجودين بيسمع ولا لا وبيتكلم ولا لا فالناس تقعد تفكر وتلاقي تلاقي هنا العقل بدا يشتغل <applause> طب اه يعني المفروض يكون اه بيسمع ويتكلم ده حقيقي طب بيسمع ويتكلم مين فالبعض يلحق نفسه يقول الملائكه طب صح طب قبل الملائكه ما الملائكه مخلوقه طب قبل الملائكه بيسمع ويتكلم ولا لا لو قال اه او قال لا آه <applause> لو قال اه او قال لا لازم يوضح لو قلت قبل ما يخلق الملائكة بيسمع تمام لازم تقول لي بيسمع مين م. يبقى في حد بيكلمه آه. ولو قلت بيتكلم الله بيتكلم يبقى لازم في حد بيسمعه أيوه. يبقى انت بتتكلم عن واحد تاني او بتتكلم عن ان وحدانية مركبة م. تمام وهنا وهنا هنتكلم عن النقطتين دول عشان كده الفكره الرئيسيه اللي اثارت هذه المعضله صفات الله ان الله له صفات وطبعا ما اقدرش اقول انه صفات الله ممكن حد يقول يعني انه صفات الله اللي هي موجوده فيه نعم بس كانت غير مفعله طبعا اللي يقول الا ح... لما خلق الانسان طبعا اللي يقول حاجه زي كده معناها ما عندوش معرفه خالص عن الله م. ليه؟ لانه بيحكي عن اله محتاج محتاج وتغير وتغير يعني لو قلت لو قلت ان كان فعلا عنده الكلام صفه الكلام وصفه السمع بس لان يبقى هنا وحدانيه مطلقه ايوه هنتكلم <applause> عنها تفصيليا وبالتالي لان ما فيش اخر يتحدث اليه ووحدانيته والله وحدانيته مطلقه فهو لا لاقي حد يكلمه ولا هو ولا هو بيمارس السمع لأن مفيش حد لأن مفيش حد بيكلم ربنا ففضلت الصفاتين مالهم؟ غير مفعلتين بالظبط أو خلينا أقول بكلمة فجة عاطلة اه صفات عاطلة صح يعني يتقال كده طبعاً الصفات عاطلة هل صفاته عاطلة أم فعالة؟ لحد ما خلق تمام طب افترضوا ما خلقش هتفضل عاطلة هتفضل عاطلة إلى الأبد معقولة؟ يبقى إذا إله مش قادر يمارس صفاته في ذاته لكن ده إله محتاج إلى الخلائق ليمارس صفاته حاشا لله حاشا لله في نوع آخر من البشر راح عمل إيه من الموحدين بالله برضه قال لا 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 ملناش دعوة بالحديث في الموضوع ده خليني ماشي ورا اللي انا ولا فيه هو حر برضه اه اه حر لكن يظل هذا السؤال يقلق تفكيره لا يمكن لا يمكن لابد ان يقلق تفكيره يبقى صفات الله مشكله كبيره لان لا يمكن ان تكون صفات الله غير عاملة أزلاً لابد أن تكون فعالة أزلاً أزلاً قبل الخليقة قبل الخليقة الأزل يعني قبل الخلق قبل خلق الملائكة. أيوة أيوة وقبل ال... الخلق وقبل ال... ال... الملائكة وخلق البشر م -م. تمام ف... فصفاته موجودة أزلاً أو... و... و... وفعالة أزلاً في البعض حاول يحلها برضو بحل خاطئ م -م. تمام لا الصفات ما كانتش موجودة أزلاً مستحدثة آه لما احتاجها لما احتاج استحدث الصفات حاشا برضه طبعا لان معنى كده انه ما كانش بيسمع وما كانش بيتكلم كان ناقص شيء كان ينقصه صفات حاشا ده كل اللي يعرف الله معرفه حقيقيه الكمال الالهي يستلزم عدم التغير مم. مم. <applause> احنا ناقصين عشان كده طبعًا. متغيرين مم. الله كامل في ذاته تمام عشان كده لا يمكن ان يحدث فيه تغيير نقطة مهمة قوي دي طبعا فبالتالي مش معقولة مش معقولة إن ما كانش فيه صفات واستحدثت وجدت أو جت ومش معقولة إن الصفات كانت موجودة وغير مفعلة هي كانت عاطلة وفعلها فتغير الله حاشا لأنه بسبب كماله لا يحدث فيه تغير ولا يحدث فيه استحداث ولا يحدث فيه نقص التغير والتحديث والنقص مرتبط بينا لأن احنا, احنا كائنات غير كاملة كائنات غير كاملة كائنات ناقصة تمام ففينا كل ده لكن حاشا لله عشان كده لابد ان تكون كل صفات الله موجوده اسلا وفعاله أزلا, أزلاً. اذا لابد ان يكون متكلما وسماعا وانا هضيف حاجه تاني في طبيعه الله احنا بنؤمن بيها محبة ما المحبه طالع منها الرحمه ما احنا بنؤمن انه الرحيم وبنؤمن انه السميع وبنؤمن انه الكليم مش كده وكل دي ايات موجوده في كتاب مقدس تمام مع الرحيم اكون رحيما اعتقد مزمور 18 صحيح. تمام فعشان كده كل دي صفات موجوده في الله فاذا كانت موجوده في الله إذن لابد ان يكون بيمارسها ازلا. هنا هنا انقسم اه هنا انقسم المفكرين الى انواع وحدانيات بسبب النقطه دي. اتفضل يا سيدي لان السؤال هيجي طب اذا كانت الصفات دي زي ما احنا بنؤمن فعاله وازليه نعم يعني الله ليس لم يدخل عليه زيادة أو يدخل عليه نقصان أو تغيير أو تغيير نعم يأتي السؤال بقى مع من هو ده السؤال يعني أنا إذا إذا كان الله محب نعم فمع من كان يمارس المحبة. هذا هذه المحبة يحب مين بيحب مين قبل الخلق بالضبط هذا السؤال مهم نعم وإذا كان بيتكلم وإذا كان بيتكلم بيتكلم مع مين بيتكلم مع مين وإذا كان, وإذا كان بيسمع. بيسمع بيسمع مين بيسمع مين وفي نفس الوقت لابد أن يكون بيحب ويسمع ويتكلم أزلاً <تقال> ده إذا كان إذا, إذا دي متطلبات أو أساسيات إن يكون الله بالضبط يعني بالظبط في البعض قال إن وحدانيته وحدانية مركبة آه تمام ندخل على وحدانية أنواع الوحدانية بالضبط تمام الوحدانية المركبة م يعني واحد مركب يعني واحد مركب من أجزاء يعني هقول الكمبيوتر ده ده كمبيوتر واحد مم. تمام بس وحدانيته مركبه في ماذر بورد في شاشه في, في شاشه وفي رامات و و و مش كده فمو واحد مركب من اجزاء مم. تمام فيمكن يكون فاذا كنت بتكلم عن الله واحد مركب قد يكون الله جزءين قد يكونوا ثلاث اجزاء مم. الايمان المسيحي احنا بنؤمن بثلاث اقانيم فبعض المسيحيين بيظنوا الاقانيم دول ثلاث اجزاء في الله تمام فيبقى إله واحد بس مركب من تلت وتلت وتلت مم. تمام مثال أنا إنسان آه. واحد مم. تمام مم. لكني واحد مركب نفس روح وجسد روح ونفس وجسد أو جزء روحي وجزء جسدي عشان تعرف آه. المدارس المختلفة من هذا الأمر تمام ففي الآخر أنا مركب من جزئين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مم. مم. <applause> تمام معني واحد مم. فا أو الشمس مركبة من الشمس نفسها الكتلة تمام والضوء المهول اللي خارج منها والحرارة الخارجة منها فهي الكتلة الشمسية التفاعلات المهولة اللي بتحصل مش عارف الكم طن قنابل بتنفجر كل كم ثانية عشان تطلع لهيب فبرضو شمس مركبة الترابيزة دي مركبة المبنى ده مبنى واحد بس مركب ايه المشكلة في انه انه ال ال إن الله يكون مركب المشكلة المشكلة اني اني لو قلت ان الله مركب اذا كل جزء في مشكلتين ان كل جزء في الله بقي محدود مش كامل مش كامل م. مثال هقول المثال عليا بعد كده اتكلم عن الله م. انا واحد مركب فانا سامح روحه ونفس وجسد افترضنا انه مركب ثلاثي هل روحي هي كل سامح ولا جزء جزء. جزء ونفسي جزء, جزء. وجسدي جزء, جزء. مش كده فبالتالي كل جزء مش هو الكل آه. فلو قلت في وحدانيه الله ان وحدانيه الله وحدانيه مركبه آه الله الواحد مركب من جزء الاب وجزء الابن وجزء الروح القدس آه. تمام م آه او او حتى لو ما فتحتش الكتاب المقدس وتكلمت ان الله وحدانيته مركبه بعيدا عن الكتاب اذا اصبح كل جزء مش هو الله آه. آه. وبالتالي وبالتالي إذا كان كل جزء مش هو الله يبقى كل جزء أصبح محدودا وإذا كانت الأجزاء محدودة فالكل محدود فالكل محدود, آه. فالكل محدود. تمام عشان كده الله ليس فيه تجزئة تاني حاجة عقلي يقولها الله مفهوش آه تجزئة آه. لأنه الله روح أيوه الله روح ما ينفعش فيه التجزئة الروح ليس فيها تجزئة آه. يعني أنا جسدي مركب من أج... من أجهزة الجهاز الدوري والجهاز التنفسي الهضم 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 والجهاز الهضمي الهضم الهضم و... وكل الكلام ده تمام لكن روحي الإنسانية غير مركبة آه. آه. تمام فالله روح ليس فيه تركيب عشان كده ما ينفعش نقول إن الله مركب ما ينفعش نقول إن الله وحدة مركبة, مركبة. م. ما ينفعش ده يعني ده تعليم خاطئ ده تعليم خاطئ اه تمام فما اقدرش اقول انه زي ما انا بحكي مع نفسي ما انا بقول باركي يا نفسي الرب مم. مش كده في مزمور 103 تمام طب ازاي انا بكلم نفسي؟ عشان انا مركب فانا ككل انا سامح بأخاطب نفسي مم. وكل ما في باطني يبارك ليبارك القدوس او اقول لها زي مزمور 41 لماذا انت منحنيه يا نفسي عشان كده في احاديث داخليه آه. كل عند كل البشر آه. ليه في احاديث داخليه؟ لان في تركيب فانا اقدر احكي مع جزء احكي مع نفسي مم. الابن الضال رجع الى نفسه وقال بيكلم نفسه كما اللي الأب يفضل عن الخبز، دي أحاديث داخلية. مم. فليه أقدر أمارس الأحاديث الداخلية؟ عشان خاطر أنا مركب. آه. ما أقدرش أقول إن الله بيتكلم مع نفسه وبيسمع نفسه ويحب نفسه، ليه؟ لأن الله لسه فيه تركيب. أه. لأن لو قلت إن الله فيه تركيب، كل جزء مش هو الكل، وكل جزء أصبح محدود، وإذا كانت الأجزاء محدودة فالكل محدود. ودي الخطورة. ودي الخطورة. إنه حاشا الله يكون مركب. بالظبط. لانه لو مركب اصبح محدودا. بالظبط. الكلام ده قاله الرب يسوع للسامريه. لما السامريه قالت له السامريه من م. السمر تمام في السامره عملوا عباده بالزبط. في جبل جرزيم آه. واليهود عندهم العباده أورشاليم. في اورشليم في اورشليم على جبل صهيون. آه. فهي بقى دخلت في المباحثه الدينيه دي قالت له انتوا بتقولوا ان السجود في اورشليم في جبل صهيون، احنا بنقول ان السجود في جبل جرزيم, جرزيم اللي عليه مدينه السامره. ها هنا ولا هنا؟ قال لا, لا هنا ولا هنا الله <applause> لان لو قلت ان الله في جبل صهيون مش في جبل جرزيم خليت الله محدود فين في مكان في مكان في جبل صهيون اذا خليتيه محدود اذا خليتيه مركب اه تمام واذا قلنا ان السجود لله فين في أرشاليم. في, في جبل جرزيم آه. في الجبل الثاني اللي في السامره يبقى الله مش موجود فين اورشليم في اورشليم يبقى خليت الله محدود يبقى خليتيه مركب فلما جه يقول لها الله غير محدود قال لها الجمله اللي تفهمها الله الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا وبالتالي لان الله روح فليس فيه تركيب وبالتالي غير محدود اه موجود في كل مكان موجود في كل مكان عشان كده انا انا هنا اقدر اصلي له في اي مكان اقدر اصلي له م. لان الله غير محدود لأنه <applause> غير محدود بالمكان بالظبط يعني يعني اول نوع من الوحدانيه فالله مرفوضه نعم. هو الوحدانيه المركبه نعم بس ممكن يقولك لك احنا مش بنؤمن بالوحدة احنا بنؤمن بالواحد انتوا ليه بتعقدوا الدنيا الله يا اخي واحد نعم يعني واحد مطلق لو واحد مطلق عندنا يعني كلمة مطلق أولا كلمة مطلق يعني واحد لحد له بالضبط يعني مستحيل يكون في جمع أمم بنقول لهم سؤال مش بيقدروا أبدا يردوا عليه أصحاب الوحدانية المطلقة اللي هو إيه اللي هو إذا كان واحد مطلق تمام بيعمل إيه في صفاته أذلا؟ بيعمل إيه في صفاته آه. تمام بيحاولوا يحلوا حلول بس أنت عارف أي حد هيتكلم عن حاجة خل... يحاول يحل حل خاطئ يلاقي نفسه واقف في مطب آخر مطب آخر <applause> <applause> مطب مغالطة على باطل باطل مغالطات مغالطات تمام فلما نقول لهم في الوحدانية المطلقة أنا يعني هجيب الجزء ده تمام في الوحدانية المطلقة اللي بيؤمنوا بيها بيقولوا الله موجود فعلا له وجود واقعي لأن كلمة موجود يعني موجود فعلا مش خيالي كلمة حقيقي عكس إله خيالي أيوه تمام آه. تخيلي لأنه 2500 ديانة في العالم بتؤمن بآلهة بس الآلهة دي مالها؟ خيال الإنسان تخيل آه. بتخيل تمام فاللي اللي بيؤمنوا بيها انقسموا الى فريقين من جهه صفاته لان بيواجهوا المشكله بتاعت صفات الله الفريق الاول بينفي عنه صفات يروح لاغي صفات فالله الله ليه لان وجود هذه الصفات يستلزم نشاط يعمله الله في الازل معناها في جمع وهو عايز وحدانيه مطلقه هو عايز وحدانيه مطلقه فيقع في في صدام ليس له حل مع صفات الله فيبتدي يلغي جزء من الصفات ففريق يعني في عنه صفه الاراده يقول لك لا الله غير مريد اه ما هو بيعرف صفات الله بالسلب بالظبط يعني غير مريد غير عليم غير عليم يعني غير وغير 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 آآ آآ آآ. تمام في يحط الصفات السلبيه مش الصفات الايجابيه فيقول ما يقولش الله مريد لانه لو قال الله يريد يريد طب اذا مثلا أزل. الله يريد ان يتكلم اه هتعمل ايه مم. هتكلم مع مين مم. <applause> اذا كان يريد ان يتكلم اذلا فلا بد ان يتكلم واذا تكلم اذلا لابد ان يكون في سامع يبقى لازم في جمع طب الجمع ده هل تركيب فيه لا لا يؤمنوا بالتركيب في الله ودي نقطه فيه حلوه فيهم انهم لا يؤمنوا ان في تركيب في الله طب هتعمل ايه في قصه صفات الله مم. تمام فيروح يلغي صفه الاراده وبعض الصفات الاخرى كالاختيار اختار ان يحب مم. تعمل ايه مم. وكالعلم فاذا كان الله يريد فانه يريد ازلا وارادته ازلا تتطلب لاما وجود كائنات ازليه غير الله وده شرك ده مرفوض احنا نرفضه كمسيحيين اه ما عندناش وهو عشان. صاحب الوحدانيه أنه... معلمنا كده نعم انا الله وليس اخر بالظبط وصاحب الوحدانيه المطلقه برضو غير مشرك مم. تمام فهو فهو اذا كان الله يريد في الازل ايمانه كده اذا كان الله يريد في الازل فمثلا يريد ان يتكلم يبقى لازم يكون في كائنات ازليه مع الله فده معناها شرك فهو يرفض الفكرة أو بيكلم نفسه ده معناه في تركيب هو بيرفض الفكرة آه. فروح يعامل إيه لأنه لأنه, لا يق... لأنه غير مشرك ودي حاجة حلوة فيه ولا يؤمن بالتركيب فالله ودي حاجة حلوة فيه برضه ده معناها جزء سليم في التفكير لكن روح يتجه إلى الحل الخاطئ ألغي الصفة يلغي كل جرده من الصفات آه يلغي صفة الإرادة ده فريق الإرادة. من أصحاب الوحدانية المطلقة غير مريد غير مريد فيروح يلجا الى فكره صفات الله انها سلبيه لا الله صفاته موجودة أزلا وعاملة أزلا فيه. وليس فيه بالضبط. تغيير م. ولو قلت أن الله حدث فيه تغيير ده لا يليق بالكمال الإلهي م. دي كارثة م. تمام الفريق الثاني أه؟ م. تمام الفريق الثاني بيقول لا, لا 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 الله كامل م. فيسند إليه كل صفات الكمال اللائقة بي جميع صفات الكمال اللائقة بالله. فالله يريد ويعلم وقدير ويرى ويسمع ويتكلم ودي حقيقة دي حقيقة مطلقة لا يمكن حدث فيها تغيير. تمام؟ بس يواجه مشكلة. ايه؟ يتعذر عليه التوفيق. بين اسناد هذه الصفات إلى الله يعني ازاي الله بيسمع وإزاي في نفس الوقت وحدانيته مطلقة؟ لا مش فا... ما, أ... ما اقدرش افسر. طب ما أنت عندك هنا تناقض. آه ما دي ضربة في دي. <applause> ما هو يقول لك أنت هتعقد الدنيا ليه؟ إيه هو الله واحد وخلاص وانتهى الموضوع. طب وهتعمل إيه في الصفات؟ <applause> هتعمل إيه في صفات الله؟ تمام إذا اللي أنت بتحكي عنه ده تمام إذا كان الله بيتكلم ازلاً طب إذا كان بي... يبقى في واحد بيسمع وإذا كان الله بيسمع في واحد بيكلمه وأذلا وما ينفعش تقول لي الله مش بيمارس الصفات وهو بتاع الوحدانية المطلقة ده ها الفريق التاني بيسند إلى الله كل الصفات يقول الله في كل الصفات آه. آه. لكن الكمال يستطيع مش قادر يفهم إزاي كانت بتمارس مش قادر يوفع. يوفق مش, مش قادر يفهم مم. مش قادر يوفق بين الصفات موجودة وفي نفس الوقت الوحدانية مطلقة ليه؟ لأن دول عكس بعض مم. والمتضادين اقدر اقول لك دلوقتي انا حي أه؟ اي حي جسديا وانا ميت جسديا تقبل لا طبعا لا ليه لأن انا بقول لك حقيقتين مالهم متناقضين متناقضتين امم متناقضتين فعشان كده اصحاب الوحدانيه المطلقه اللي بيؤمنوا بان الله واحد مطلق اي ليس واحد جامع اه اوكي okay. تمام آه, آه, عندهم نقطه حلوه لا يؤمنوا انه في تكيف في الله ولا يؤمنوا ان في شرك دي نقطة حلوة بس عندهم نقطة كارثية آه خلت الإيمان ده إيمان مش واقعي okay. uh -huh. اللي بيحكوا عنه ده مش إله واقعي <applause> ده مش حقيقي ده برضو إله توهمي ما هو هو مش قادر يدرك آه. مش حكيت مش قادر بعد زي ما أنت قلت هو مش قابل آه. أن يكون الله عنده صفات أزلية وصفات عاملة وصفات عاملة وفي نفس الوقت وده يستلزم الوحدانيه تكون جماعه؟ اه وده يستلزم, يستلزم وحدانيه جماعه، هو مش عايز يقبل وحدانيه جماعه. هو وحدانيته مطلقه. فلجأ إلى الوحدانية المطلقة وبيواجه مشاكل تقول له اللي أنت بتؤمن بيه ده ده متناقض. يعني الوحدانية المطلقة دي بينادي بيها بالأخص الإخوة المسلمين في العالم العربي. أعتقد. يعني من يعني هي إن الله واحد واحد. نعم. يعني بس هو في نفس الوقت ما عندوش إجابة على أسئلة الصفات صفات بالضبط. لأنه لما بيحاول يجاوب عليها بتدخله هو في مشاكل التوفيق بين صفات الله مم. إنها تكون موجودة أزلاً ووحدانية مطلقة محال مستحيل مم. مم. التوفيق مستحيل يا. تمام في نوع آخر عمل إيه بنسميها الوحدانية المجردة آه اوكي يبقى إحنا قلنا الوحدانية المركبة ما, ما تنطبقش على الله ولا تنطبق على الله مركبه يعني الله مكون من اجزاء اوكي وده مش اله كتاب المقدس مستحيل لانه هيكون كل جزء اه محدود بالظبط ولو الاجزاء محدوده يبقى الكل محدود اه وحاشا ان ده ينطبق على الله ده مش الايمان المسيحي ده مش الايمان المسيحي بالظبط النوع الثاني الوحدانيه المطلقه الوحدانيه المطلقه الوحدانيه المطلقه الله واحد لا حد له فمستحيل يكون جامع اوكي فريقين فريق لا بي لغى, لغى بعض الصفات عشان آه يحل المشكله آه فبالتالي عمل كارثه اخرى اتفقنا آه الفريق الثاني قال لا الصفات كلها موجوده وعامله بس مش عارف يوفق ازاي الصفات تبقى عامله عامله مطلقة؟ وحدانيه مطلقه آه لان التوفيق بين الاثنين مستحيل اوكي تمام ده تناقض فعلي آه التناقض الفعلي ليس له حل لانه خطا آه <تصفيق> <تصفيق> التناقض الظاهري له حل <applause> آه الوحدانيه الثالثه بقى اللي بنتكلم عنها دلوقتي اللي هي الوحدانيه المجرده الوحدانيه المجرده ليه آه. سموها مجرده آه. لانه اول ما لقى ان المشكله كبيره راح جرد الله من الصفات خالص كل صفاته بالظبط خلى الله جوهر بدون صفات م. جوهر بدون صفات وده معنى الوحدانيه المجرده ليه لأنه هو لقى المشكله في الصفات تمام راح عمل ايه م. لغى الصفات الا ما ينفعش نتكلم ان الله عنده صفات وهل يمكن ان يوجد كائن شخص مجرد من الصفات اللي, ب... اللي ليس له صفات ليس له وجود ليس له وجود اه يعني هم بقى راحوا عملوها بصيغه مهذبه <applause> بس ليس له وجود برضه الصيغة مهذبه قالوا حاشا ان احنا ننسب الصفات الى الله ينزهون الله عن الاتصاف باي صفه من صفات الكائنات. هي من صفات كائنات. اه هي صفات اي موجود. بالظبط اي شخص شخص كائن كائن حي كائن حي عاقل أوه. يعني يعني فتقدرش تنزع الصفات دي من اي كائن عاقل لا يمكن آه يعني حي لا يمكن ولو ملهوش صفات ده مش موجود بالظبط تمام بدعوه بدعوه ليه بينزهوه تمام بدعوى ان ذلك يجعله محدودا مثل الكائنات فلو قلت ان الله بيسمع وقلت الله بيتكلم وقلت الله بيرحم وقلت الله بيحب وقلت وقلت وقلت, وقلت, وقلت. الله لا لا انت خليته زينا ده عيب حاشا الله منزه عن كده تمام ولذلك حتى ينفون عنه حتى صفه الوجود ما تقوليش ان الله موجود ليه لان انا بقول عنك انك موجود مع اني انا موجود بسببه بالظبط هو خلقني آه. هو موجود وجود ذاتي وده احد الاسماء الجميله جدا في الكتاب احد الاسماء اللي قالها الله عن نفسه انا أحيا أحيا اهيا, يه. أهيا. يهوى الكائن بذاتي الوجود الوجودي الذاتي غير مستمد بالزبط. من <applause> <applause> الاله المسيح في العهد الجديد أنا, <applause> انا هو انا هو عشان كده قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن م. مش انا كنت ايوه انا اقول انا كائن دلوقتي تمام لكن هو يقول أنا كائن باستمرار الوجود الدائم. حاضر ومستقبل. ماضي وحاضر ومستقبل. تمام. فعشان كده حتى ينفون عنه صفة الوجود بدعوى أن الوجود صفة من صفات الكائنات. فما يصحش أقول الله موجود. وعشان خاطر يتماشى هذا النفي مع اعتقادهم في عظمة الله. ها؟ فيقولوا عنه عرفت التلاعب الفلسفي بالكلام؟ فيقول عنه لا الله فوق الوجود ما تقولش إنه موجود. فوق الوجود. مم. وفوق العلم. وفوق الاراده. وفوق 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 وفوق, وفوق. ما انت حتى لو قلت فوق انت اديت له صفه. اديت له صفه. يعني 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 زي ما احنا دايما نقول اذا اردت ان تلغي الفلسفه فانت بتتفلسف. صح. <applause> صح يعني ما تقدرش ان انت تلغي الفلسفه غير لما تتفلسف. تتفلسف لما اه. فهنا اذا تلغيها وانت بتتفلسف. بالظبط انت انت عايز تنزع من الله آه. الصفات بتاعته انت اديت له صفات. نعم يعني يعني ما هو لو فوق الوجود ما هي دي صفه يبقى يبقى برضو انت عايز تقول ان له وجود بصوره اعظم من وجودي بالزبط. ده اللي عايز تقوله آه. طب ما دي صفه برضه بالزبط. ودي حقيقه احنا آه بنؤمن آه ان الله آه. له وجود اعظم من وجودنا احنا مخلوقات هو الخالق يا. يا. تمام ف وان كانت صيغه هذا الوصف تبدو ايجابيه الا انها في الواقع سلبيه بس سلبيه بصيغه مهذبه امم يعني اسلوب راقي مهذب للحديث عن الله وطبعا يليق بالله دائما نتحدث عنه طبعا بالرقي أبعاً. والاحترام والخشوع أبعاً. والوقار أبعاً. دي دي وسجود كمان مم. تمام لكن في الواقع اللي بيقول حاجه زي كده ده كلام مم. سلبي مم. ليه؟ مم. انت بتلغي صفاته يبقى لغيت وجوده لان خليته جوهر بدون صفات لانه في الواقع من هو فوق الوجود هو في الواقع غير موجود مم. دي ما هو يا موجود يا غير موجود يا مش موجود مم. يا حقيقي يا خيال مم. حقيقي يبقى ليه صفات يبقى لي صفات يبقى له جوهر وله صفات مم. تمام وعلى هذا النسق من هو فوق العلم غير عالم مم. مم. <applause> تمام ومن هو فوق الاراده هو غير مم. مريد ده يعني كل ده ده كل ده يعني إلها مثل هذا لا يمكن كلام كلام مهذب مهذب بس الحقيقي هو لغى وجوده اه اه ودي وحده مجرده كده انت لغيت الصفات ليس له صفات تمام انت لغيت الوجود مم. تمام لا يمكن ان يكون إلهًا حقيقيا أكيد. دايما احد الشراح كاتب اسمه عوض سمعان في الواقع يعني كل هذه مم. الافكار <applause> اه تمام قال في الواقع الاله ده عامل زي النقطه الهندسيه مم. مم. لما اقول لك نقطه هندسيه انت عارفها بس فين هي بالظبط هي موجوده في ذهنك لكن ليس له وجود واقعي ليس له وجود واقعي آه. اه تمام لكن الله وجوده واقعي الله له وجود حقيقي واقعي تمام مم. فعشان كده حتى الوحدانيه المجرده لا يمكن ان تنطبق على الله مم. يبقى الوحدانيه المركبه ما ينفعش تنطبق على الله الله واحد مكون من اجزاء الوحدانيه المطلقه إنه واحد لا حد له غير جامع والوحدانية المجردة مجردة من يعني الصفات يعني جرده الله من الصفات لتنزيهه عن الصفات لتنزيه ليكون عن الصفات. آه. أه طيب احنا يعني قبل ما نخش للنوع الوحدانية اللي اللي بحسب إعلان الله لينا عن نفسه لأنه احنا آه. ما اخترعناهاش أنا هتكلم عنها عقليا في الأول بالظبط أه بس آه. احنا ما اخترعناهاش لا يعني دي دي هو إعلان الله عن نفسه نعم وقبل ما يكون اعلان الله عن نفسه عقلي الانسان البشري يدركها يدركها ويستوعبها ويصادق عليها مم. وافاجا انها هنا <تصفيق> <تصفيق> خلينا ناخد فاصل ونرجع نتكلم عن هذا نعم. النوع من الوحدانيه نعم. اللي بنؤمن بيها في بحسب اعلان الله في الكتاب المقدس ناخد فاصل ونرجع نكمل مع بعض نرحب بكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل بنكمل مع بعض هذه الحلقة المهمة والأساسية في إيماننا المسيحي وهي هل المسيحي موحد أم أنه مشرك وكلمنا مع الدكتور سامح عن أنواع الوحدانية وشفنا أن الوحدانية المركبة والوحدانية المطلقة والوحدانية المجردة ادينا تلخيص كده للثلاثة دول وبعدين نكمل حوارنا قلنا اقتنعنا ان لابد ان يكون اله واحد ولا يمكن وان هذا الاله لابد ان يكون له صفات أوكي. وتكلمنا عن ثلاث صفات اساسيه يسمع يتكلم يحب فلا فلابد ان يسمع ولابد أوكي. ان يتكلم ولابد ان يحب أوه. اذا كان بيسمع فلابد ان يكون متكلم بالظبط اسف لابد ان يكون سامع هناك متكلم متكلم واذا كان الله بيتكلم يبقى لازم يكون في سامع واذا كان الله بيحب لازم يكون في محبوب أوه. أوه. تمام فلابد من جمع آه. لابد من جمع مم. فالبعض قال ان وحدانيته مركبه عشان خاطر يبقى التركيب ده هو الجمع اه تمام واتفقنا انه لا يمكن ينفع لانه لو قلت ان الله وحدانيته مركبه فهو واحد مركب من اجزاء فبالتالي كل جزء ناقص ناقص في ذاته مم. مم. وكل جزء محدود, محدود في, ذاته. في ذاته واذا كانت الاجزاء ناقصه ومحدوده فالكل محدود حاشا تمام البعض قال لا 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 وحدانيته مطلقه مم. لا يمكن أن يكون هناك جمع. تمام؟ طيب. لا يمكن أن تكون وحدانية جماعة، فدي اسمها الوحدانية المطلقة. طيب هتعملوا إيه في نقطة صفات الله؟ ما هو بيسمع ويتكلم ويحب أه. أزلاً قبل الخلق. تمام؟ طيب. فالبعض بدأ يلغي بعض الصفات. تمام؟ طيب. ده فريق بتوع الوحدانية المطلقة، الفريق الثاني خلى لا الصفات كلها موجودة لأن ده يليق بكمال الله، لكن مش عارف يوفق بين إن الصفات موجودة وعاملة وفي نفس الوقت الوحدانية مطلقة يعني ده تناقض فج يا. تمام النوع التالت حل المشكلة بلغي الصفات <applause> كان بيحصل كتير قوي في العيادة يجي لي مريض بيكح وبيجيب دم في البلغم وبيخس أديله سنة لو رحت سألت أي حد في الشارع ده مريض بيكح بيجيب بلغم وبيخس هيقول لك أشهر حاجتين يا ورم مم. يا درن سل مم. تمام فنعمل له اشعه نلاقي اصابه معينه موجوده اول ما نقوله الاصابه فورا ينكر الشكوى يقول لا 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 انا ما عنديش كحه وما عنديش بلغم وانا مش بخس يا دكتور ده انا زي الفل لما واجهته بحقيقه معينه يتراجع ويلغي الانكار الانكار مم. الفريق ده لما فكر ان الصفات هتسبب مشكله انكر لغى الصفات <applause> تمام فدي اسمها الوحدانيه المجرده اي تجريد الله من صفاته من صفاته وبالتالي وصل الى الله بي زي النقطه الهندسيه التخيليه اللي موجوده في الذهن وزي ما قلنا من ليس له صفات ليس له وجود. ليس له وجود. آه. بس حطوها بصفه مهذبه زي ما شوفنا تمام تظل المعضله زي ما هي ايه صحة الله صحة. واحد نعم آه. نؤمن بإله واحد نعم هذا الإله له صفات نعم هذه الصفات مستحدثه ولا أزلية؟, ازليه ازليه متغيره لا مستحيل فاعله ايوه ام خامده لابد لا ان تكون فاعله كل ما يليق بالكمال الالهي مم. طب اذا لابد ان يكون متكلم وسامع اذا لابد ان يكون محب ومحبوب مم. بدون تركيب والوحدانيه مش مطلقه والوحدانيه مش مجردة. مش مجرده طب ايه الحل ما في نوع اسمه الوحدانيه الجامعه ايه بقى الوحدانيه الجامعه الوحدانيه الجامعه تعال نفكر فيها عقليا بعيد عن الكتاب المقدس امم بعيد عن الكتاب المقدس انا حبيت الكتاب ده اللي حكيت عنه اللي هو سمعان بسبب اسمه وحدانيه الله اسمه اسمه الله في المسيحيه الله في المسيحيه أه. أه. تمام بما ان ان الله وحده وهو موجود احنا اكيد موجود وواحد تمام فلا بد ان يكون له صفات لما قلت واحد وموجود لكل موجود صفات صفات ده كلام بزبط. منطقي ده 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 ملزم بالظبط ده ملزم للتفكير السليم تمام ولان الله كامل في ذاته تمام فمن مستلزمات الكمال ان كل الصفات لابد ان تكون كامله كامله فعاله فعاله ازليه أزل. إذا لابد أن يمارس صفاته في ذاته بالاستغناء عن الخليقة بالاستغناء عن الملائكة والبشر وأنا حتى كاتب جملة خطيرة جدا إيه بيمارس صفاته في ذاته مش مع ذاته لأنه لو قلت بيمارس صفاته مع ذاته خليت الله حاجة وذاته حاجة ما يصحش ده كلام خطأ في ذاته في ذاته أي بالاستغناء فإذا كان بيمارس صفاته في ذاته إذا لابد أن يكون متكلم وهناك سامع ولا بد أن يكون محب وهناك محبوب إذا لابد أن تكون الوحدانية جامعة الوحدانية جامعة وأول ما قلت وقلت كلمة وحدانية جامعة أنا عارف إن كم كبير قوي من من المشاهدين دماغه هيتلخبط يعني ايه وحدانيه يا جماعه لكن ما هو يا واحد يا جماعه يا جامع <applause> 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 <تصفيق أحطت بسمع> <applause> يا جماعه ما هو يا واحد يا كسره لكن ممكن يكون واحد كسره ما دي النقطه اللي دايما الاخوه المسلمين بيقفوا عندها اه يعني مش قادر يدركها نعم وكمان حتى نفس الكلام ده ينطبق على المسيح م. اه انت بتقول ان الله وبتقول انه انسان ففي الصفات اللاهوتيه موجوده والصفات الانسانيه موجوده ما هو الله يا انسان طب ممكن يكون الله الانسان في نفس الوقت م. اه ازاي انه يكون هرجع لله بقى هو واحد ولا جامع ولا واحد جامع؟ م. لو قلت ان الله واحد مطلق مشكله الصفات ليس لها حل. بالظبط. آه. لو قلت انه جامع مش واحد م. ده شرك. م. ده تعدد الهه. ايوه. نحن لا نؤمن بكده، ده امر مرفوض. تمام؟ طب ايه الحل؟ طب مش ممكن يكون واحد جامع؟ ده حتى الفلاسفه زمان امنوا بكده. واحد جامع. واحد جامع. واحد جامع. آه. طب ازاي يكون واحد جامع ومش تناقض؟ إنه واحد من جهة وجمع من جهة أخرى دي نقطة في غاية الأهمية الله واحد من جهة وجمع من جهة أخرى جمع من جهة أخرى أقول مثال يا سيس أشرف دايما أستعين به أقول أنا أب وابن على فكرة نفس القصة حضرتك أب وابن حقيقي ولا مش حقيقي طب ده مش تناقض ما هو يا أب يا ابن ولا أنت أب وابن أب وابن أب وابن دي حقيقة واقعية آه مش تناقض ليه؟ لأنك أب من جهة وابن من جهه وابن من جهه اخرى, أخرى. ففي علاقتك بباباك انت ابن في علاقتك بابنائك مم. انت اب مم. فانت اب وابن وده مش تناقض دي حقيقه بس ممكن يجي سؤال اه انا دايما مع كل التشبيهات اللي بنقدمها عن الثالوث نعم تشبيهات بشريه نعم يعني بس واقعيه أنا, انا كده مش طبعا, بي... طبعاً واقعيه بس ممكن أوه. يجي يقول لك انا انا ابن قبل أب ما ابقى اب صح فبالتالي في حاجه سبقت حاجه صح 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 ده بالنسبه لي ما ينفعش لله صح لكن انا انا مش بقول ان الله اب وابن انا مش ب... مش هدفي هنا حكي عن الله اب وابن لكن أح... حكي عن الله واحد جامع واحد جامع اه مش بحكي إيه. عن اب وابن آه. تمام لكن أنا بحكي على فكره هل انت اب وابن في نفس الوقت؟ اه نعم طبعا. طب دي كم جهه دي الجهتين, الجهتين. لان بحكي عن علاقه في جهه وعلاقه علاقة في جهه اخرى فبسبب وجود جهه لو لو انت قابلت ابنك لو انا جبتك جبت حضرتك وجبت ابنك وقلت لك ده ده انت تبقى ابوه وابنه مم. اسمه ايه تناقض ظاهري، <applause> لا يمكن تكون ابوه وابنه وابن في, في نفس وقت. الوقت آه. ليه ده نفس الجهه آه. آه. لكن ممكن تكون اب من جهه وابن من جهه, جهة اخرى نفس القصه لما بحكي عن الله واحد جامع إذن هو واحد من جهه وجامع من جهه اخرى طب واحد من جهه ايه وجامع من وجامع من جهه ايه دي النقطه مهمه قوي طبعا بما ان الله موجود لكل موجود جوهر يعني ايه جوهر الجوهر هو الهويه الذاتيه الكيان الداخلي دايما كلمه جوهر كلمه داخليه ولا خارجيه داخليه داخليه بتحكي عن ايه عن الكيان الداخلي الذي يعطيك الوجود اقول برضو اقول مثال اقول اقول مثال توضيحي انا موجود اه وحضرتك موجود اه ايه هو بس انت واحد مركب ايه هو الجزء اللي فيك اللي يعطيك وجود روحك ولا نفسك ولا جسدك تلاتة مع بعض اه بس ايه الجزء اللي لو لغيته انت ما تبقاش موجود يتلغي وجودك اه روحك. روح روح بالظبط تمام عشان الجسد هيموت بالظبط لان بمنتهى البساطه بعد موتي انا ما زلت موجود بالظبط <applause> مع ان جسدي ماله فنى مم. تمام وتحلل مم. تمام بلاش كلمه فنى دي تمام لكن تحلل جسدي مش موجود تمام لكن انا ما زلت موجود ليه؟ لان يعني الروح موجود. الجزء الجوهري فيا هو روحي اقدر اقول الكمبيوتر ده موجود؟ اه مم. ايه جوهره ماده بتروكيماويه كيميائي، مش كده مم. تمام مم. فاللي هو ال 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 الجزء الذي يعطيك ال الوجود اللي هو الهويه والجزء ده داخلي ولا خارجي داخلي داخلي فلو قلت ان الله موجود فالله له جوهر مم. له ذات له ذات yeah. مش كده مم. حتى لو رجعت الكتاب المقدس بس انا مش عايز ارجع م. للكتاب دلوقتي لو رجعت للكتاب الاقيه بيتكلم عن جوهر الله عبرانيين واحد مثلا م. يتكلم عن المسيح الذي هو بهاء مجد الله ورسم م. جوهره م. تمام او لما يجي يتكلم عن الجوهر ده في كلوس واحد يسميه كل الملء او في كلوس اثنين يسميه كل ملء اللاهوت او في عبرانيين 13 بولس يقول لهم لا ينبغي ان نظن ان اللاهوت آه. شبيه, شبيه. بحجر او ذهب او فضه او او او, أو. م. م. تمام فده ده الجوهر الالهي فانا ليه بؤمن باله واحد لان بؤمن ان له جوهر واحد يبقى الله من حيث الجوهر واحد, واحد. عشان كده الايمان المسيحي اه ايمان بوحدانيه بوحدانيه الله لو في جوهرين يبقى في كائنين متناقضين لو في ثلاث جواهر يبقى في ثلاث آلهة مش بنؤمن بكده مم. مم. بنؤمن بإله واحد تمام مش كده كتب كله بيتكلم عن الله اتمنى النقطه دي تبقى واضحه للمشاهدين يعني نعم لان يعني الـ الـ ان الله من حيث الجوهر نعم واحد واحد وده وده لب الايمان المسيحي نعم ان الله من حيث الجوهر واحد واحد مم. عشان كده في قانون الايمان واحده بنتكلم عن الاب والابن نعم اله واحد وح. تمام اله واحد وبعد كده آه. نيجي نتكلم عن الاب كذا آه. 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 كذا كذا والابن واحد مع الاب آه. في الجوهر احاول آه الاب في الجوهر اه, آه. آه. بالظبط واحد مع الاف في الجوهر مم. احنا بنؤمن بجوهر واحد مم. اله واحد له جوهر واحد مم. لكن لكل جوهر كلمه صعبه شويه اسمها تعين اللي هي في الاخر مم. في الايمان المسيحي أقنوم. آه. يعني كلمه, كلمة تع... تعين هي نفسها كلمه أكنوم بالضبط كلمه جوهر ليس هو الماده كما يظن بعض الناس ليس هو الماده اوكي تمام بل هو الهويه او الذاتيه زي ما اتفقنا يبقى الجوهر هو الهويه او الذاتيه اتفقنا كلمه تعين مم. كلمه خطيره جدا الميزه التي تلازم كل موجود وتدل عليه اقول مثال اه الميزه التي تلازم كل موجود وتدل عليه اقول مثال حضرتك موجود وانا موجود مش كده صح لي جوهرك مم. اللي هو ايه زي. روحك روحي. آه. مش كده وانا لي جوهري اللي هو ايه الروح بتاعتك وروح آه. روحي هل روحي اسيس هي روحك ولا غير روحك لا مختلفه مختلفه عشان كده تعينك اه غير تعيني ليه آه. انت في الواقع بتقابلني انا سامح الكائن الروحي اللي ساكن فين في هذا الجسد اول ما تشوف هذا الجسد الجسد ده هو ايه التعين التعين بس. اللي بيدل على سامح آه. تمام انا اول ما اشوفك طالع في, الت... في التلفزيون بتفرج عليك كتير على فكره بني. اقول اقول ايه الأساس اشرف مم. تمام اول ما انت تشوفني تقول ده مين الدكتور سامح ده سامح طب انت عارف صفاتي الداخليه اللي هي الروحيه اللي هو كل الخصائص بتاعه روحي من خلال ايه اللي بره اللي بره تمام فنقدر نقول ان التعين هو الميزه التي تلازم الجوهر وتدل عليه مم. مم. دي نقطتين صعبين شويه اه بس هي مهمه تمام بدون التعين جوهرك خفي غير معلن غير معلن وعشان كده هقول حاجه اسف انا اقولها لو انا مت مش دلوقتي طبعا <تصفيق> 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 مرسي يا سيدي اشرف لو انا مت دلوقتي وروحي موجوده فرقه جسدي ما تقدرش تتواصل معي ولا تعرفني ليه لان اصبح الجوهر غير معين وهل عشان كده الله قال انه لا يستطيع احد ان يراني ويعيش نعم وهل عشان كده الرب يسوع قال له كل المجد من رآني من رآني فقد رأى الآب ولا أحد يعرف الآب إلا بي الابن إلا الابن نعم ومن أراد أن يعلن له, يعلن له. وعش كده هو الكلمة وعش كده هو رسم الجوهر م. ليه؟ لأن الله في جوهره الواحد ودي جانب الوحدانية معين في ثلاث تعيونات ما احنا قلنا واحد من جهه وجامع من جهه اخرى هيكون واحد من جهه ايه اكيد من جهه الجوهر لا يمكن ان يكون جامعاً من جهه الجوهر ففي كذا جوهر ده هنا الشرك بقى احنا مش بنؤمن بكده حاشا تمام لكن بنؤمن انه واحد من جهه الجوهر لكن انت جوهرك معين في تعين واحد تمام الله جوهره معين في كذا تعين مش هقول ثلاثة مش هقول ثلاثة <applause> هقول يمكن اثنين ويمكن عشرة تلاف ليه؟ طب ليه بقول كده؟ يبقى إذا صفات الله عاملة أزلا بسبب الجمع اللي في وحدانية الله <applause> لأن احنا إيه النقطة؟ إيه النقطة اللي بنفكر فيها اللي اثارت كل هذه أثار هذا الفكر إن صفات الله لابد أن تكون عاملة أزلا وده يشرح لنا آه. كلام المسيح لما كان بيصلي في صلاته الشفعية نعم وقال مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم, و ويأ... يعني معنى كده ان الابن موجود قبل كون العالم عند مين؟ عند الاب عند الاب تعين اسمه الابن او اقنوم واحببتني قبل انشاء العالم إنشاء العالم ويوحنا واحد واحد أفل. والكلمه كان عند الله, أه؟ وكل شيء به كان نعم. بغيره لم يكن شيء مما كان, كان. وامثال ثمانيه الحكمة كنت عنده صانعا yeah. mm. كنت عنده صانعا mm. طب هل الجمع ده يدل على الشرك؟ لا 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 احنا بنتكلم عن جمع في التعيينات مش بنتكلم عن جمع في الجوهر اه oh. oh. mm. لو قلت جمع في الجوهر احنا مشركين وبنهم بتعدد الهه mm. mm. حاشا mm. حاشا عشان كده هذا الكتاب المذهل هو الكتاب الوحيد اللي بيتكلم عن وحدانيه جمع برشيد براء الوهيم. إلوهيم. اسها الشمايم واسها ارض. مم. في البدء خلق, خلق براء مفرد. بالضبط الله الوهيم جمع إلوه وإلوه وإلوه <applause> فافاجا باول سطر في الكتاب المقدس بيكلمني عن وحدانيه الله الجامعه. وحدانيه جامعه. مم. مم. وهذا هو الفكر الوحيد السليم الذي يبرر ان كل صفات الله عامله ازلا. لا ده يفهمنا حاجات كثيره في العهد الجديد حتى. نعم يعني كلام الرب يسوع كله مم. يعني نستطيع ان نفهمه من المنطلق ده. نعم 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 مم. عشان كده إذن اذا الله واحد من جهه مم. دي نقطه خطيره. مم. وجامع من جهه اخرى. يسوع سؤال كده صراحة في يوحنا 17 لما اتكلم عن المؤمنين yeah. والرسل قال أريد أن هؤلاء يكونوا واحدا, واحداً. كما أننا نحن واحد من بالزبط. أين جاءت كلمة ال الوحدانية الجامعة؟ من يوحنا 17, 17. نحن واحد أنا والآب واحد أنا والآب واحد باسم باسم مش بأسماء الآب والابن والروح بالضبط <applause> وأعطى تمييز حتى استخدام أداة التعريف نعم يعني مع انه باسم واحد الجوهر نعم. واحد نعم لكن باسم الاب والابن والروح انه في تميز نعم ما بين الاقانيم التميز الاقنومي تميز الاقنومي نعم دي في عايزه الت... حلقه لوحدها عايزه دي عايزه حلقه لوحدها يعني ليه الاب سمي يا اب وللابن سمي يا ابن نعم. والروح القدس دي كلها حاجات بيسال عليها المشاهد نعم وحتى المؤمنين المسيحيين حلو انه يفهموا الايمان نعم. المسيحي نعم. زي ما قلنا اؤمن لأتعقل لكنه اتعقل اؤمن اؤمن ازداد ايمان نعم آه. وتمسك واقدر ابقى فعال حتى في مستعد لمجاوبة كل من يسالني عن سبب الرجاء الذي فيه وايضا لنموي انا الروحي لان دي نمو في معرفه آه. الله آه. عشان كده له جوهر واحد وتعيونات كثيره العقل يستنتج ان التعيونات كثيره بس ما يعرفش كام لان ما فيش اعلان جه الاعلان الالهي اللي هو كلمه مم. الله قال لي مم قال لي ثلاثة واحد اسمه الاب واحد اسمه الابن واحد اسمه الروح القدس جوهر واحد واحد فموحد مش مشرك طب كلمه اوكنوم جبناها منين كلمه اوكنوم كلمه سريانيه آه. معناها ذات في وحده مع ذات اخرى بتميز دون انفصالها اقول مثال مم حضرتك شخص مش اوكنوم انا شخص ليه لان جوهرك منفصل عن جوهري مم لكن تخيلي أسيسها هات ايدك لو انا وانت لينا جوهر واحد م. لو انا وانت لينا جوهر واحد فاصبح الجوهر ده ليه تعينين اه تعين اسمه اشرف اسف آه. لا, لا لا وتعين اسمه سامح يبقى هنا انا وانت محتفظين بتمايزنا م. بالرغم من وحده الجوهر, الجوهر. اه فده معنى كلمه أكنوم آه. الاب اللي في وحده مع الابن والروح القدس الثلاث الاقانيم او الثلاث التعينات م. تمام والاب في تمايز الاقنومي موجود عشان كده بيتكلموا مع بعض م. ويسمعوا بعض م. ويحبوا بعض ازلا ازلا تمام وفي نفس الوقت الجوهر واحد واحد وحدانيه جامعه مشاهدينا الكرام الكلام اللي بيتقال النهارده ده كلام مهم جدا جدا لانه ده جوهر ايماننا المسيحي نحن نؤمن كمسيحيين بان الله واحد من حيث الجوهر الله واحد لكنه هناك من حيث المظهر او التعيين هناك ثلاث اقانيم اب واب وروح القدس هنكمل مع بعض حلقه اخرى مهمه جدا عن التميز والوحدانيه في الايمان المسيحي مع ايضا الدكتور سامح واحنا بنشكر الدكتور سامح كتير على الحلقه المهمه دي شكراً. ربي يباركك ويستخدمك في خدمتك الى ان نلتقي اعزائي المشاهدين في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم